العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. السلام عليكم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الفضائل من صحيح مسلم. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. مر علينا أبو بكر بن أبي شيبة، هو أكثر عنه جدا الإمام مسلم، أكثر عنه عن أبي خيثمة زهير بن حرب وعن يحيى بن يحيى أبي زكريا النيسابوري. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي صاحب المصنف. وأبو عامر مقرونا به وهو من رجال الصحيح. وأبو عامر الأشعري قلت مقرونا به وهو من رجال الصحيح. ومحمد بن العلاء، هو محمد بن العلاء أبو كريب، محمد بن العلاء أبو كريب من الثقات الأثبات، هو شيخ الأصحاب الكتب الستة. وقلت لأبي عامر حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة محمد بن أسامة من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن بريد، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى، هو يكنى أيضا بأبي بردة، أبو بردة هو ثقة عنده بعض الأغراب يعني يخطئ قليلا، روى له الجماعة. عن أبي بردة قيل اسمه عامر، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري وعامر رضي الله عنه أرضاه، اسمه عامر أبو بردة بن أبي موسى الأشعري من الثقات الأثبات من خيار السبعين، روى له الجماعة. عن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري اليماني وهو صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلا ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء. في بعض الرواية كان منها أجارد جرداء يعني أجارد. نعم. فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب منها وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي طعام لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم. الفوائد المستنبطة الحديث الماضي هو أولا حسن اليقين في الله جل في علاه، لأن الرجل لما أشهر السيف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يعصمك مني؟ قال: الله. فشام السيف من يدي فسقط ووقع السيف من يدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من يعصمك أنت مني؟ حسن اليقين في الله جل في علاه، وهذا من بادرة حسن الظن بالله. حسن الظن بالله فالله يكون عند ظن العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن غير ذلك فله. والفائدة الثانية: إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. إذا أراد الله شيئا كما في غزوة بدر، أراد الله جل وعلا، هم أرادوا الأير وأراد الله جل في علاه الغزو، فقال الله جل وعلا: ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هم ما كانوا يخرجون لأجل الغزو، أرادوا الخروج كان لأجل الأير، فكان السبب الذي أخرجهم هو الأير، فجرهم بهذا السبب إلى ما أراد الله جل وعلا يوم الفرقان، يوم التقى الصفان في الغزوة العظيمة غزوة بدر الكبرى التي فرق الله بها بين أهل الإيمان واليقين والأسباء والصلاح والرشاد وبين أهل النفاق والفساد والفجور. الفائدة طبعا أيضا هناك أمثلة كثيرة جدا، إذا أراد الله شيئا هيأ له إيش أسبابه، في أسباب في كثير جدا. الله تعالى قال: ولو أراكهم قليلا لإيش لفشلتم ولتنازعتم. وأيضا ترى بأن الله جل في علاه أراد أن يخرج أهل مكة، النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حتى يؤسس الدولة الإسلامية في المدينة، فتنتشر في ربوع الأرض في مشارق الأرض ومغربها، يمتلكون الدنيا بأسرها في مدة وجيزة
من عمر الزمن. عامة الله ربط المسببات بالأسباب، وهذا من قدره سبحانه وجل في علاه، فما أراده الله كان، وما لم يرده لا يكون بحال من الأحوال. الفائدة الثالثة فضيلة القيلولة أو فضل القيلولة. قيلوا فإن الشيطان لا تقيل، شيطان لا تقيل، هذا مش يعني لا نقول به، لا نقول أصلا هي لها فضلة تعين المرء على قيام الليل. بالنسبة للحديث الثاني هو حديث عظيم جدا، مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فمثل العلم بإيش؟ بالمطر، المطر به الحياة. الله جعل قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالمطر به الحياة، وهذا حق. العلم به حياة القلوب وحياة الأرواح والأبدان تابعة، حياة الأبدان تابعة لحياة القلوب. فلذلك هذا العلم مثل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن العلم كالمطر، فالمطر الخير فيه بأسر. يعني هنا التشبيه العلم بالمطر له فائدتان، الفائدة الأولى بأن الخير كل الخير في العلم، فالعلم الخير فيه في أوله وفي آخره، كما قال بعض حكماء لقمان يعني يقول قال نعم رجل غني، قالوا غنى المال، قال لا غنى العلم، إن احتاج الناس إليه وردوا عنده العلم فاهتدوا بيش بهذا العلم، فإن لم يحتج له الناس فهو زينة له، يكسبه العبادة لله جل في علاه والزينة، فالعالم في كل أحواله فيه الخير. فالعلم كالمطر الخير، لا يدرى الخير في أوله وفي، بل الخير في أوله وآخره. وأيضا بالعلم حياة القلوب وحياة الأبدان تابعة لحياة القلوب. أولا ضرب الأمثلة في الكتاب أو في السنة دلالة واضحة جدا على صحة القياس، ضرب الأمثلة في الكتاب أو في السنة دلالة واضحة جدا على القياس، ردا على الظاهرية الذين يردون القياس. فلما يقول الله جل في علاه، لما يقول للمسلم إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل الغيث، يعني كمثل المطر، تمثيله القياس، ألحق وألحق. وقلنا الجامع بينهما بأن الماء لكل، كما قال جعل الله من الماء كل شيء إيش حي، الحياة بالماء، والأرض تكون ميتة فيصيبها هذا المطر الذي فيه الخير فتحيا وتنبت الزرع، صحيح؟ فهذه الحياة. فإذا الجامع بينهما العلم أيضا حياة، فحياة القلوب بالعلم، بل حياة الإنسان بأسرها لا تكون إلا بالعلم. حسن البصري يقول لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. يعني أين الحياة الروح؟ الحياة الحقيقية أن تعبد الله جل في علاه، الحياة الحقيقية أن توحد الله جل في علاه، أن تقوم بقضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وكون الكون وأنزل الكتب وأرسل الرسل وقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا بالنسبة للتشبيه ضرب الأمثال دلالة واضحة على صحة القياس، فالقياس صحيح بضرب الأمثال، كما قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. في الآية الأخرى قال مما يأكل الناس وإيش والأنعام حتى إذا أخذ الأرض زخرفها والزينة وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. الغرض المقصود بأن ضرب الأمثال يدل على القياس. في هذا الحديث العظيم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأراضي إلى ثلاثة، وبالتالي سيقسم الناس إلى ثلاث، لأنه تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ضرب المثل بأن العلم كالمطر، العلم والهدى التي النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلى العجموات، بعث إلى إيش؟ إلى الصقرين، إلى الجن والإنس. فإذا كان تكلم الله جل في علاه أو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمادات وألحق بها الحيوانات، فإننا نقول إذن الحيوانات يلحقون بالجمادات. الأرض قسمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أراضي ثلاث، أرض نقية طيبة، في رواية هنا قال طيبة أو طائفة، فقال أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة، هذه الصنف الأول، هذا الصنف الأول من أصناف الأراضي، قسمها إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول طائفة قال أرض طيبة، وفي رواية قال نقية، وهي التي تمسك الماء، هي التي تستقبل الماء فتنبت الكلى والزرع، كانت ميتة فلما أصيبت بالمطر أحياها الله جل وعلا فأنبتت الزرع والكلى والعشب، فانتفع الناس، فهي انتفعت بالماء وانتفع الناس بها. يعني هنا هذه الأرض النقية، الأرض أو الطائفة الطيبة انتفعت في نفسها وتعدى النفع إيش لغيرها، انتفعت بنفسها وتعدى النفع لغيرها، فانتفعت في نفسها أنها إيه؟ كانت ميتة فصارت نعم، فأحياها الله تعالى بهذا المطر فأنبتت الزرع والكلى والعشب، فانتفعت هي بذلك فأنبتت الكلى والعشب، ثم نفعت غيرها فأكل الدواب الناس والدواب والطير وما من شيء إلا وانتفع بها، فكان النفع هنا مستمرا هطلا، كما قال
يعني علماؤنا فالنفع قد تعدى من نفسها إلى غيرها، كذلك البشر. وهؤلاء الطائفة هذه هم طائفة العلماء، هذه الطائفة هم طائفة العلماء. نؤخر إن شاء الله الكلام على فضل العلم والعلماء في النهاية، لكن هنا هذه الطائفة هي طائفة العلماء، هم الذين ينتفعون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فينتفعون بكلام الله جل في علاه، وتلك الأمثال لا يعقلها إلا العالمون، فينتفعون بهذا العلم والهدى، فانتفاعهم ينتفعون في ذواتهم ثم ينتقل النفع لغيرهم، نفع متعدي، ينتفعون في ذواتهم بأنهم يتعلمون فيتقنون فيعبدون أو يتعبدون أو يتعبدون، فهم يفعلون ذلك تعبدا لا جل في علاه، يتعلمون العلم للعمل، وهذا هو فعل الصحابة الكرام، هذا الذي كان من دأب صحابة الله النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا للعلم ولكن للتعبد، ما يسألون عن شيء إلا ليعملوا به، وما تعلموا حرفا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد سارعوا وتنافسوا على تطبيقه. لذلك عمر بن الخطاب تأخر حفظه لسورة البقرة من أجل ذلك، 10 سنوات يحفظ البقرة، الطفل الصغير ممكن يحفظ البقرة في إيش؟ في أسبوع، في أقل، في أكثر. عمر بن الخطاب وهو أزكى الناس وهو الملهم وهو من أفضل الناس ومن أعبد الناس لله جل في علاه، وهو أعز، هو الذي أعز الله به الإسلام، عمر بن الخطاب يحفظ البقرة في 10 سنوات. قال علماؤنا كان لا يحفظ آية إلا أن يحفظ هذه الحروف ثم يعمل بالحدود، يحفظ هذه الحروف ثم يعمل تطبيقا، كانوا يعيشون القرآن واقعا، لذلك ملكوا الدنيا في مدة وجيزة. فكان كما قلنا هؤلاء الطائفة، الطائفة التقية النقية الطيبة، هم العلماء، العلماء الربانيون الذين يتعلمون فيتعبدون ثم يعلمون الناس بعد ذلك، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. فالعالم علامته القيمة أو شيمته التي ترفعه هو عمله لا العلم فقط. لا، كم وكم من عالم سيصل نارا تلظى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في حديث 3، قال أول ما تصعر به من النار 3، وذكر منها من؟ عالم، عالم لم يعمل بعلم، عالم يقال الله تعالى يذكره بنعائمه فيقول ماذا فعلت؟ فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول لا قد تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل، لا يعمل بعلم. ولذلك لما قال أهل النار لرجل كان يدور حول أقتابه فقالوا أين أنت يا رجل، أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فقال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وكنت آتي، فأف وتف لرجل يتعلم العلم فيضيعه لا يعمل به، هذا الذي أقام الحج عليه زيادة في زيادة، فإن المرأة يزداد بالحج عليه إن لم يعمل بهذا العلم. لذلك قال علماؤنا هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. لما مر عامر الشعبي عامر بن شراحيل على بعض العلماء قالوا حدثنا فإنك العالم، قال انظروا ما تقولون، العالم من يخشى الله جل في علاه. ولذلك لما قيل الحسن البصري قابلنا فقيه قال وتعلم ما الفقيه، أنت تعلم من الفقيه؟ الفقيه الذي فقه عن الله جل في علاه ثم بعد ذلك ذل أو رغم أنفه لله جل في علاه، تعبد لربه جل في علاه. فكان دأب علمائنا كذلك، لذلك كان الإمام الشافعي يقوم الليل يصوم النهار جوادا كريما، كان يتصدق بكلية المال الذي كان يملكه لما دخل على نور رشيد، ثم بعد ذلك مسلسلا كاد أن يعدم لولا أن الله تعالى قد أنقذه يعني بعد فضل الله تعالى، جعل سببا محمد بن حسن الشيباني، قال أن تقتل هذا رجل فحل في العلوم، هذا رجل من علماء الأمة، هو كان ابن عم له، كان ابن عم له لما قال لما قرشي والخليفة العباسي هارون الرشيد، فهو قرشي مطلب الإمام الشافعي هو ابن عم له. فالغرض المقصود لما علم بمكانة الشافعي بكلية الشافعي وقد أظهر ذلك محمد بن حسن الشيباني أخرجه مكبلا بالذهب والفضة والأموال. يقول الراوي قال والله ما خرج الشافعي من آخر باب من أبواب السلاطين إلا وما معه في جيبي إلا الدرهم أو الدينار، ما معه من ذلك من شيء من درهم ولا دينار، وزعهم على العسكر ما أخذ شيئا من السلطان بعدما كبله بهذه الأموال. الغرض المقصود كانوا يتعلمون للعلم، وأنت ترى الإمام أحمد بن حنبل كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، لا تسأل هذه بركة قد أعطاها الله تعالى أمثاله، 300 ركعة
وكيف متى يراجع الحديث، متى يراجع الأسانيد، متى ينشغل العلم؟ هو يقول من أحضر إلى المقبرة وفي اليوم والليلة يصلي 300 ركعة لله جل في علاه. وكان رجلا زاهدا لو أراد الدنيا لفتحت له بأسرها، إن هذا العلم شريف، من أراده من أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها، ولكنه باع نفسه لله جل في علاه. لا وحوانيت يأخذ الأجر يأكل بها، فقط ما تزوج إلا بعد 40. فكان الإمام أحمد رجلا صالحا تقيا نقيا يعمل بما تعلم. لذلك الإمام الشافعي يقول خلفت رجلا في البصرة أو في الكوفة، أو كما قال الإمام الشافعي يعني إماما في أكثر من باب، قال أكثر من 20 باب أو أكثر من 15 باب كان إماما فيها الإمام أحمد بن حنبل، في الزهد، في الورع، في التقوى، في الصدق، في الأمانة، في العبادات، كان يتعبد الله جل وعلا بكل ما يتعلم. لذلك كان الإمام ابن عيينة يقول يا أهل الحديث اتقوا الله وأخرجوا زكاة الحديث. قالوا وما زكاة الحديث يا إمام؟ قال عن كل 40 حديثا اعمل بحديث واحد، اعمل بحديث حتى لا تنزل في منزلة النفاق. يعني بأربعين حديث تعمل بحديث واحد تنجو بأربعين حديث تعمل بحديث واحد. ولذلك إمام الزهري يقول من عمل بالحديث أو العكس، الزهري والذي قال ذلك، وابن عيينة قال من عمل بالحديث مرة واحدة كتب من أهلي عند الله جل في علاه. مرة واحدة تسمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الله في 40 ليلة يدرك تكبيرة الأحرام كتبت له براءتان من النفاق ومن النار عند من حسن الحديث، فتعمل به مرة تكون من أهلي عند ربك جل في علاه. هكذا كانوا يفعلون. الرجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس بإزار ورداء، ورجل سمعه مال أن يذهب إلى الحج فلبس إزارا ورداء فخطب في الناس، فسألوه عن ذلك قال أتمثل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا دائما يأتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ترى أبي بن كعب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كف عن الطعام لما قيل له هذا بصل، فكف عن الأكل، فكف أبي عن الأكل، أو كعب بن هذا أو ذاك ما أذكر الآن أنا واهم، أو أبي، فأبي بن كعب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل، إنما هو مطبوخ، يعني مات بالطبخ كما قال عمر الخطاب أميتوه بالطبخ. فقال فأبي تنع عن ذلك عن الأكل من أجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يأتسي برسول الله. وأنس يقول والله ما أحببت الدباء إلا بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحف، يتتبع الدباء القرع. قال ما أحببت إلا بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحف. كانوا يفعلون ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتسون بفعاله، فكانوا يعملون ويتعلمون ليعملوا، كانوا يتعلمون العلم ليعملوا به لله جل في علاه. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هذه كالأرض الطيبة التي انتفعت بهذا العلم، عقلت عن الله جل في علاه، ثم بعد ذلك نشرت ذلك بين الناس. وكما قلنا بأن عيسى عليه السلام قال العالم الذي يتعلم العلم فيتعبد به ثم يعلم غيره كنا نقول يدعى، ده عيسى هذا الذي يتكلم بكلام الله جل في علاه، عيسى يقول كنا نقول يدعى بعظيم في ملكوت السماء، يدعى بعظيم في ملكوت السماء، ولما لا؟ فهو يقدم على الملائكة، فخير الناس خير الناس على الإطلاق كما قال ابن عيينة الواسطة بين رب الناس وبين الناس. فأنت أن تكون واسطة بين رب الناس، أنت السفير بين الله وبين عباده، فأنت بخير المنازل على الإطلاق إن وفيت المقام حقه، أتقنت العلم حقا فعلمت فتعبدت ثم علمت الناس. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأرض هي أرض لا تنبت الكلى لكنها أجادب كالحفر، أجادب تمسك الماء، يعني الماء يتجمع في هذه الأرض، هي ليست صالحة للإنبات، ليست صالحة للإنبات لكنها أجادب تمسك الماء، فإذا أمسكت الماء نفعت الغير، إذا أمسكت الماء نفعت الغير. هذا كما قال علماؤنا يعني فيها ما فيها من الخير، يعني إذا جاءت الدواب وجدت الماء، إذا جاء الطير وجد الماء، إذا جاء الناس وجدوا الماء، انتفع الناس بها، النفع المتعدي. وعلماؤنا يقولون النفع المتعدي أفضل بكثير من النفع الذاتي. فقالوا هذه أيضا في البشر كطائفة من الذين يحملون العلم ولا يعقلون فحواه، ولا يتعلمون ولا يتقنون ولا يفهمونه. قالوا عندهم قلوب أوعية، أوعية يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظون الآيات، يحفظون القرآن. كثير من الناس هكذا أوتوا ملكة الحفظ، يحفظ كثير لكن ليست لهم أفهام ثاقبة، لا يستطيعون الاستنباط والعلم. فهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من الخير بمكان، لكن ليس هم أخير خير الناس وليس هم بالمرتبة الأرقى. هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالته فوعاها، قلوب وعية تحفظ، سمع مقالته فوعاها فأدها كما
وكما سمع رب حامل فقه إلى من هو أفقه من هذا هو الأخير، هذا هو الأفضل. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. لكن هل فيه خير أم ليس فيه خير؟ خير، أيما خير. محدثون الأمة بأسرها، محدث الأمة بأسرها هم الذين نحملهم فوق رؤوسنا. جاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على اكتافهم غضا طريا نتعبد به لربنا جل في علاه. لذلك حرص الكرام من المحدثين أن يحملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وفي النهار. يعني كان الزهري يقول كنا لا نزيد على أن نحفظ 3 أحاديث في اليوم والليل، لكن من الصباح إلى الصباح هم يحفظون هذا الحديث، يأخذون الحديث 3 ويرددونها، حتى أنهم قالوا كان الزهري يوقظ امرأة جارية كان يملكها ويقول لا حدثني فلان عن فلان عن فلان، حدثني فلان عن، وهي تقول له مالي ولفلان، إيش اللي بيحدث هذا؟ مال أنا، مالي ولفلان، ما تتركني أنام، يعني هي المسألة مالي ولفلان، وهذا حق، لكنه يريد أن يراجع، يريد أن يراجع حفظه، فكانوا يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويوصلون ذلك وينقلون ذلك لمن بعدهم، لذلك هم أشرف الناس. يحيى بن أكثم دخل على هارون الرشيد قال له من أشرف الناس؟ قال وهل أحد أشرف منك يا أمير المؤمنين؟ أنت خليفة المسلمين، وهذا شرف ليس بعده شرف، مع أن هذا تكليف ليس تشريف. قال أنت خليفة المسلمين وأنت ابن عم رسول الله، طبعا هذا شرف، شرف آل البيت، وأنت ابن عم رسول الله. قال أنا أعرف من هو أشرف مني. قال من؟ قال رجل جلس فعقد مجلس التحديث فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربط اسمه باسم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، هذا أشرف مني. نعم، لأنك لا تتكلم عن هارون الرشيد إلا في ثنايا الحديث في مسألة الخلفاء وتاريخ الخلفاء، لكن عندما تتكلم عن العلم، عن الدين، عن الفقه، عن الحديث، عن الإسناد، لا بد لك في كل مرة أن تتحدث عن هؤلاء العلماء الأخيار الكرام البررة الذين منحهم الله جل ما منحه للنبي صلى الله عليه وسلم. رأيت كيف منح الله للعلى لرسوله الرفعة العظيمة والسمة القيمة عندما قال أن الله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس رفع الذكر هنا لا يذكر ربنا جل في علاه إلا يذكر معه رسول الله، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. لن تذكر كتاب الله إلا وتذكر معاني الكلمات من المفسرين الذين حملوها، أو الحديث الذي يفسر هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله جل في علاه، وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس. كلما ذكرت حديثا ذكرت هؤلاء الرواة الذين يروون هذا الحديث، وترضيت عن هؤلاء الرواة الذين يحملون الحديث، وكلما فحصت النظر أو محصت النظر أو دققت أو حققت رأيت أن هؤلاء باعوا أنفسهم حقا لله جل في علاه، عاش الجهابذة من أجل حفظ دين الله جل في علاه. رجل عايش الآن يحفظ الأسمنت والتراب والبنايات التي يبنيها، بعد ما يموت والبناية تنشغل بما هم فيها، حتى في أحد سيذكره؟ تعلم تعلم أخي فافهم، في أحد سيذكر البواب اللي كان جالس على العمارة؟ أجيبوني المهندس الذي قد شرع في هذه الهندسة ورسمها، في أحد سيذكره بعدها؟ البناية قائمة، واللي في البناية ممكن يذكرونها، بعد ذلك لن يذكره أحد. لكن إن أخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنشر بين الناس سيذكر ولا ما سيذكر؟ وإن لم يذكر بالاسم ذكر بإيش؟ بالفعل، بالصفات، بالسمة، سيترضى عنهم، سيأخذ الحسنات تجري ولا تقف. فسبحان ربي الذي ركب العقول والفهوم، الذي أعلم الفاضل، الذي بين الفاضل من المفضول، الذي قد رقى بعض الناس عن بعض ورفع الناس منازل علا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الغرض المقصود بأن هؤلاء القوم وإن كانوا قد حفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعقلوه، فهم إلى يوم الناس هذا نترد عنهم، وهؤلاء فيهم الخير كل الخير، كيحيى بن معين، وإن أنكروا عليه عدم فهم الحديث، عدم انشغال بالفقه الحديث، لكن إلى يوم الناس هذا تتكلم على هذا الراوي ثقة أو ضعيف، تقول قال فيه يحيى بن معين كذا، قال في هذا الحديث يحيى بن معين كذا. يحيى بن معين جبل من الجبال، رجل أسد من أسد السنة، رجل أحفظ لنا السنة، ومع أنه لم يفقه في السنة وعاب عليه ذلك، لكن ما زال التاريخ يذكر له ويحفظ له هذا الخير العميم الذي قال في نفسه هو قد أنفقت 1000 دينار، أو قال 1000 درهما، أنفقت ذلك بأسره من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. رحل البلاد وقابل العباد والمشايخ يحفظ عنهم وليحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم طبعا تعلمون القصة المشهورة بينه وبين الفضل بن دكين، تعرفون ذلك ولا لا؟ القصة المشهورة بينه وبين الفضل بن دكين، يعني لما دخل عليه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والآخر أحمد بن من الثالث، ما أحد يذكره؟ ها؟ أحمد، نعم أحمد الرمادي، أحمد منصور الرمادي، الثلاثة جلسوا بين يدي الإمام العلم الفضل بن دكين، وجاء يحيى بن معين أم أدخل على الفضل أحاديث غير من غير أحاديث، وطبعا المستملي يقرأ الحديث
والإمام يمشي فمشى الحديث فانتبه قال قف أرني يعطيني هذا فأخذها فقال هذه ليست من الحديث. ثم نظر من الغريب في المجلس، طبعا كل الطلبة ما استطاعوش يفعلون ذلك، فورد في المجلس إيش ثلاثة، من أحمد بن حنبل وأحمد منصور الرمادي ومن ويحيى بن معيد. فنظر للرمادي قال أنت أجبن أن تفعل من ذلك، لا ما تستطيعش، أنت أجبن من أن تفعل ذلك. فنظر الأحمد فقال كلاما من ذهب، قال أما أنت فأورع أن تفعل، حجزه الورع، حجزه. وذلك رفعت الإمام أحمد إلى السماء بالورع، بالورع والثبوت على الدين. اللهم ارزقنا الورع، نحن إنا لا نعرف عنه شيئا، اللهم اغفر لنا رب العالمين. الإمام أحمد ثبت الله، ثبت الله به الملة بذلك. يعني هو لما رأى الجميع يأخذ بالتعريض ويقول التوراة والإنجيل والقرآن، يقصد يده مخلوقة تعريض عشان يخرج من هذه الوعكة العظيمة الفتنة الكبرى في الامتحان في خلق القرآن. لما قالوا له لك الرخص أن تعرض وتخرج من السجن، قال هؤلاء، فنظر العوام قال إن تكلمت أنا بهذا الكلام من يعلم هؤلاء على العوام؟ فسبحان الله، إن كفاه الله بغيري قلنا خذ بالرخص، ولكن إن صار الأمر إليه فصار فرض عين عليه، لذلك رفعه الله في السماء. فقال أما أنت فأورع من أن تفعل ذلك. وأما أنت الفضل الدكين فكان الصاعقة الكبرى، فرفصه برجل، يعني ذا كانت الإجابة له، عطاب برجلي فرفصه برجلي فسقط من التلك. فأحمد حمد نظر عليه فلما عابه قال قلت لك رجل حافظ ليش تفعل هذا، قلت لك رجل ثبت، قال اترك رفسته عندي خير من إيه من كذا وكذا. فالغرض المقصود هذا باع نفسه من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال الناس يذكرونه بكل خير، هذا هو الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أجادب، تمسك الماء، تمسك الماء، وهذا فضل، كل الفضل أن تمسك الماء حتى يعني يستفيد الناس بالماء. وأما الصنف الثالث فهم هي الأرض السبخة، تعرفون الأرض السبخة؟ هي السباخ، هي الأرض التي لا تنبت الكلى ولا العشب ولا تمسك الماء، يعني لا في العير ولا في النبي، لا تمسك الماء، لا تنبت الكلى زرع ولا تمسك الماء، فلا خير فيها. وهؤلاء السفهاء الرعاع الهوان الذين لا يعقلون عن الله، لا يتعلمون، وإن جاءهم العلم لا ينتفعون به. ونحن نرحم رجلا شابا يافعا لا يتحرى العلم ويتقن العلم، نرحم واحد أضيعت شبابك في لا فائدة، وأنت رفعتك وتمكينك وقيادتك وسيادتك لا تكون إلا في هذا العلم، كيف تكون شابا يافعا لك الهمة ولك القوة ولك الحضور ثم لا تستفيد من هذا الخير بطلب العلم؟ فالنوع الثالث نوع لا خير فيه بحال من الأحوال، أرض لا تمسك الماء فلا خير، لا هي تنتفع بالماء تنبت الكلى ولا هي تمسك الماء للناس فلا خير فيها. وهي في الناس كما قلنا الجهلة، ولذلك قال علي بن أبي طالب الناس ثلاث لا رابع له، الناس ثلاث، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، يعني لم يكن عالما فهو إيش؟ متعلم. ولذلك ابن مسعود يقول كن عالما أو متعلما على سبيل النجاة أو سرعة أو إيش؟ أو محبا ولا تكن رابعة فتهلك. وفي رواية قال كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، يعني قد تكون مستمعا ولست بإيش؟ بعالم ولست بطالب علم، لكن انت وانت تستمع ممكن في اخر الدرس تسمع ايه حديثا واحدا تفهمه فتعمل به فترتقي الى السماء، بل وتنجو تسمع حديثا تعمل به فتموت عليه فيكون خاتمة الخير. انظر، ولذلك قالوا لعالم متقن قد بلغت من العلم المعالي اتتعلم الى يوم الناس هذا؟ قال نعم والله انا لا ادري اين الكلمة التي سانجو بها، انا تعلمتها ولا لسه سيأتي بعد ذلك وأتعلمها حتى أنجو. فلذلك لما قيل لأحمد أنت تطلب العلم؟ قال نعم والله بالمحبرة إلى المقبرة. ولذلك دخل بعض المحدثين على بلدة امتلأت فقهاء، وكان هناك من العلماء رجل كان فحلا فقيها تقيا نقيا لكن كان عالما نبيلا، فلما سمع بهذا العالم جلس، فجلس في أول الصفوف. انظر أخي الكريم النبل لترى دناءة ما نحن فيه ورفعة ما كانوا فيه. أنت إذا سمعت بأحد مثلا في محلة أو في مكان ويكون أتقن الناس علما في هذا المكان موجود، بدل من أن يدخلوا عليه ليتعلموا يحاربونه، بدل من أن يسمعوا له لا لابد من المحاربة، مسألة أعجب مما تكون. ولذلك رأيت نبيلا لا أتكلم عن اسمه قال لي كلاما من ذهب، وكان هناك شاهد يسمع هذا، قال ليتني تركت الساحة وجئت إلى هذه المجالس أتعلم فيه.
والله الذي لا إله إلا هو. ورجل كان فحلا، هو رجل فحل النبي، رجل من الأكابر الأماجد، يقول ليتني تركت الساحة بما فيها وهذا هو العلم، وجئت إلى هذه المجالس أسمع فأتعلم. سبحان رب العالمين. هو تواضع وأكثر منه بيان النبل، نبل العالم يظهر في ذلك. فلذلك كان عالما فقيها، فقالوا له أنت تأتي تجلس هنا؟ قال نعم والله أنا أحوج الناس إلى العلم. لذلك ابن عيينة كان يقول أحوج الناس إلى العلم العالم، أحوج الناس إلى العلم العالم. قال لأن فإن خطأه أقبح وأفحش، هو أحوج الناس إلى العلم. لذلك ابن حجر في فتح الباري قال لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، إن وقف يعلم أنه قد جاهل، انتهى الأمر. فأنت لابد أن تتعلم. ولذلك قالوا النبيل، كيف تعرف النبيل؟ كيف تعرف العالم النبيل؟ تعرف العالم النبيل أنه إذا قابل من هو فوقه سكت. ليش سكت؟ ليتعلم. وإذا قابل من هو أدنى منه تكلم. ليش تكلم؟ ليعلمه. وإذا ورد قرينه سكت وتكلم. يعني إيه سكت وتكلم؟ يعني بقت المناظرة والمحاورة وفتح الباب، أنا أتكلم معه بالأسانيد، أتكلم معه بالمتون، أنت تبين له المتون، يبين لك فقه المتون. وهذه المناظرة والمحاورة أفضل ما يكون للعلم. فلذلك قال ابن مسعود قال كن عالما أو متعلما على سبيل النجاة أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك. وفي رواية قال كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا، لأن المستمع قد لا يكون محبا لكنه جالس، وجد الناس فجالس، قال ما نشوف إيش اللي هيفرقوا إيه بعد ذلك، يمكن يخرج بحديث هذا الذي يمكن ينجو به فيجلس، فهذا مستمع. وقال ولا تكن الخامسة فإيش؟ فإيش هي الخامسة بقى؟ الخامسة أن يكون جاهلا ولا يدري أنه جاهل، وأيضا إيش؟ وأيضا يبغض طلبة العلم. ولذلك قال ابن تيمية أسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على أهل العلم. لا تجد أحدا يبغض طالب العلم إلا وتجد فيه شيء من النفاق، وتجد فيه من الغبش وحقد القلوب. ولذلك حتى ولو كان من الأقران، يعني حتى لو المسألة كانت في الأقران، القرين الذي يحسد قرينه فيسبه وتعدى ذلك إلى غيره فهذا في قلبه شيء من الغبش. ومثل ذلك لا يصل إلى إتقان العلم، لأن العلم يحتاج إلى نقاء قلب، كما قال ابن عباس يؤتى المرء الفهم بنيته بنقاء القلب. أرأيت كيف اختار الله نبينا؟ اختار على أي أساس؟ القلب، كما قال ابن مسعود في المسند النبوي بسند صحيح قال نظر الله إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها قلب من؟ قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فبالقلوب. فلذلك يقول الإمام علي بن أبي طالب الناس ثلاث: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، إيش قال؟ وهمج رعاع لم يستضيء ابن العلم، وهمج رعاع لم يستضيء ابن العلم. فلذلك نقول الصنف الثالث هو أسوأ الأصناف، أرض لا تستقبل الماء فتنبت الكلى، ولا هي حتى تمسك الماء لينتفع الناس، بل هي لا ماء ولا شيء. كما قال علماؤنا الناس إيش؟ أقسام أربعة: عصامي وعظامي وعصامي عظامي، ولا لا هذا ولا ذاك. هذا أقسام أربعة: عصامي وعظامي وعصامي عظامي، ولا هو لا عصامي ولا عظامي. يعني إيش؟ رجل عصامي اللي هو بيقولون هذا رجل بنى نفسه بإيه؟ بنفسه. رجل اجتهد وجد وتعلم، رجل كان رجل رعديدا بئيسا تعيسا، يمشي في الشوارع ينظر إلى النساء، يسيء الأدب، يفعل الفواحش، ثم تاب الله وأناب إلى ربه جل في علاه، فسارع إلى الله فسارع الله به، فتعلم فصار عليما مثلا، أو صار مجاهدا، أو صار جوادا كريما فيه الخير. فيعني نقول عصامي بنى نفسه بإيش؟ بنفسه. وعظامي هو الذي يقول أبي وأبائي. تعرف البيت في اللغة اللي هو إن أباها وأبا أباها بلغ في المجد إيش؟ نعم. فإن أباها وأبا أباها طبعا هو ده اللي يلزمونه المثنى رفع أباها وأبا أباها، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاه. أنت تديني فلوس بقى عشان مدرس تأخذ هذا وتروح في المدرسة الثانوية وتعلمها من نفسك. نعم. فإن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد إيش؟ غايتاه. هذا عظامي يقول أبي وجدي، أنا من عائلة كذا، أنا من ناس بيعتمد على نسبي. لكن هو لا هو يعني في يعني لا ترى فيه بعض الخير، لكن هو عظامي بيستند إلى نسبي وأجدادي. ورجل عصامي عظامي جمع بين الخيرين، أجداده ونسبه يرفعه، وهو أيضا يكد ويجتهد ويتعب حتى يصل إلى المعالي. والرابع اللي هو إيش؟ هذا أسوأ البشر على الإطلاق، لا هو عصامي ولا هو
عظامي وجالس بالنعل مخرق وحاطط رجلي على رجلي وامام الناس يجلس هكذا. وده انت مررت علي تراه من اشد ناس كبرا، وهو لا له في العير ولا ايه ولا في ذلك، هذا اسوأ الناس عند الله ايضا. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه رب الله تعالى يبغضهم، ابغض الناس عند الله ثلاثه منهم ايه؟ العائل الايه؟ العائل المستاجر. يعني انت لا عندك سبب انك تتكبر، ولا انت اصاله من اهل الكبر. يعني الرجل بيمشي كالطاووس بسبب الحرير الذي يلبسه، او بسبب القصور والحور التي يجلس عليها، انما انت نايم في الشارع في كشك وما فيش كشك كمان، والهواء ياتيك ويعني بتفترش الارض وتلتحف الايش؟ السماء. واكثر الاحوال تنتعل قدميك، وان انتعلت نعلا مخرقا، وامام الناس يتكلم يعني بانفه، امشي انت ما تعرف قدري، امشي. فيمشي ويمشي وما يجيب على الناس. فهذا رجل مام، هذا لا له في العير ولا في النفير، كما قال بعض علمائنا لا في العير ولا في النفير. دي قيلت لمين؟ لبعض، انا ما اتذكر، ابو جهل قالها لبعض العرب عندما جمعهم في غزوه بدر، فلما علم ان العير نجت قال له انتهى الموضوع، العير نجت فلا أقاتل، ورجع بقومه. فقال تقاتل أو لا تقاتل، أنت لا لك في العير ولا في إيه، يعني أنت أصلا لا ليك مال، متشحتف شحتوف زي ما بيقولوا، لا عندك مال وضعتها معنا في العير التي لنا، ولا أنت شجاع في ساحة الوغى، لا لك في العير ولا لك في إيش في النفير. العرب أمثال العرب كثيرة في هذا الباب، يقولون إيش العرب يقولون؟ لا طعن ولا جفن. العرب في أمثالهم يقولون في هذا اللي هو الجنس الرابع، يقولون لا طعن ولا جفنة. يعني ايش لا طعن ولا جفنة؟ لا طعن في صحة الوغى بالشجاعة مقدام، ولا جفنة يعني صحفة الطعام، لا هو كريم ولا هو ايه، يعني لا في غير ولا في النفير. فهذا القسم الرابع، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا القسم الثالث. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم فائدة عظيمة جدا، هذه الفائدة هي فضل العلم وفضل العلماء. قال انما مثلا ما بعثني الله به، فضل العلم وفضل العلماء، فضل العلم عظيم جدا، قد تكلمنا فيه كثيرا، ولكني لا اكل ولا امل من الكلام على فضل العلم وعلى فضل العلماء، ولا اكل ولا امل. وهذه عقيدة اعتقدها وساعمل لها، اموت دونها حتى اظهر الفرق البعيد بين العلماء وبين الدعاة، حتى ترتكز الأمة على العلماء، لأن نجاة العلماء في نجاة الأمة في العلماء لا في الدعاة. حتى أشباه العلماء لما تصدروا أضاعوا الدنيا وفرقوها وشرذموها وقطعوها، وأصبح الآن التحاسد والعداء ظاهر حتى في الوسط الملتزم. أف وتف لهذا الأمر، لابد أن نقول نتقي الله نستديره، أو قل نستضيء بنور العالم، نلتف حول العالم، فالنجاة لا تكون إلا بالعالم المتقن. أما مسألة الكلام الهلامي الذي نعيش فيه، هذا أعلم أهل الأرض، وهذا أعلم أهل السماء، وهذا أعلم جزر القمر، وهذا فيه، وهذا الجواد الذي حاتم لا يأتي بمثله كذا، وهذا الرجل الذي يعني يحفظ الكتب 99، أنا مش عارف إيش الكتب 99 بس حفظهم، حفظ الكتب 99. كل الكلام هذا بيحدث، واحنا بين الغلو وبين الجفو. ان احببنا المصريون هكذا، ان احبوا شخصا وصلوا به الى ايش؟ الى السماء، وان ابغضوه لو كان من اتقن الناس الى سبع اسفل سافلين، الى سبع ارض. لذلك قال لي عجبا لكم اهل مصر، سمعت عن رجل هو خطيب، رجل واعظ داعي، ورجل يعني احسبه كذلك، والله ارى الاخلاص في وجهه، نسال الله تعالى ان يكون فوق ما نظن به، ان نظن بما نظن به. لكن الغرض المقصود، الناس يعني الرجل يقول انا الان امتلأت اذني، امتلأت سماعا بهذا الرجل. فقال اذا هذا الرجل يعني كتل علم تتحرك في الارض. راح سمع الخطبه، لم يسمع قال رسول الله الا مرتين او ثلاثه في خطبه ساعه او ساعه ونصف. قال والله مش كدت اموت كمدا، فقلت اين العيب؟ عرفت العطب، ان هذا هو حال المصريين، اذا احبوا احدا رفعوه، واذا بغضوا احدا ايش؟ انزلوه. وانت ترى الاعلام كله بيفعل ذلك، إذا أحب قوما ترى أنهم خلاص أصبح الناس بأسرهم إلى هذا، لكن لو أبغضوه. والمسألة مسألة إنصاف، والإنصاف عزيز، الروية وعند الجرح والتعديل لابد أن يكون الإنصاف، ولابد أن تقول هذا متقن في كذا، هذا متقن في هذا الباب، هذا عالم في العقيدة، هذا عالم في الفقه، هذا في الفقه، هذا عالم في الحديث، أو هذا جمع الله له بين العلمين، أو هذا وتد في العلم كذا وكذا وكذا. وكانوا يقولون بذلك، كان العلماء يقولون بهذا. مثلا نحن نقول بأننا لن ننجو إلا بالعلماء المتقنين، لا بأشباه طلبة العلم ولا بطلبة العلم. نجاة هذه الأمة بالعلماء، أناط الله النجاة بالعلماء. لذلك فضل العلم عظيم،
النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن حياة القلوب بالعلم والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم أهل الأرض. قال علماؤنا ما طلب الله جل وعلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة قط في شيء قط إلا في إيه؟ في النساء. صحيح ولا لا؟ حاشا لله، لا، كما يقول هؤلاء المتهوكون، لا، ما أمره أن يستزيد إلا من إيه؟ وقل رب زدني علما. لذلك كان ابن مسعود يقيم الليل فيقف عند هذه الآية يقرأ بسورة طه، إذا وقف عند هذه الآية وقف طويلا وقال رب زدني علما، 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 ويكرر. لذلك قال علماؤنا موسى عليه السلام لو كان للعلم كفاية لاكتفى موسى بما عنده، ده واحد. قال أنت موسى، أنت موسى بني إسرائيل الله الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي وخط لك التوراة بيده. شوف الفضل لموسى، ولم يكتفي، لم يكتفي لما علم أن هناك من فضله الله ببعض العلوم التي ليست عنده، فرحل له وقطع الفاف في القفار. هكذا أنا دايما أنصح طلبة العلم، يا حبيبي إن أردت أن تكون عالما حقا فتخرج على عالم، وإن كنت تكون مثقفا فتخرج على مثقف. إن أردت طلب العلم لتتقن لا تأخذ إلا على متقن فقط. فأما هذه المسألة، مسألة المحاباة وحبيبي أرفعه وبغيدي أبعده، هذه لا يمكن أن تخرج لنا ثمارا طيبة يانعة. الأمة لا يمكن أن ترتقي بمثل هذا بحال من الأحوال، ولا نجد لها ولا فوز بحال من الأحوال. فلتسمع الدنيا بأسرها لا يكون إلا بما رسمه رسول الله ورسمه الصحابة الكرام. لو كانت المسألة محاباة، والله ليست فيها محاباة، لكان أولى الناس بالخلافة بعد عمر هو ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكان أولى الناس بالإمارة بعد عمر ابن عمر. عبد الله بن عمر كان تقيا نقيا، مدح النبي صلى الله عليه وسلم أيام مدح، وهو له المكانة العظمى بين صحابة رسول الله. والحجاج هذا البئيس التعيس هو الذي تسبب في قتل ابن عمر، إنما طعنه بالرمح في الحج لما قال له عبد الملك بن عمر وبعث إليه، قال لا إمرة لك على ابن عمر، ائتمر بأمر ابن عمر، فكاد له اغتاظ فطعنه، كان السبب في موت ابن عمر رضي الله عنه. لكن هو بعث بكلمات يغمز بها ابن عمر، يقول وهذه الخلافة لا تكون لبخيل ولا لجبان. فتبسم ابن عمر، وهذا يحسب ابن عمر يريد الخلافة، فقال من قاتل مع رسول الله لتكون كلمة الله هي العليا ليس بجبان، وهذا هو الحق. والله الجبان من يطعن الأخيار هو الجبان، أنت الجبان وأنت الرعديد وأنت البيس التعيس. فقال له من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كلمة الله هي العليا ليس بجبان، ومن أخرج زكاة ماله ليس بإيش؟ ليس ببخيل، ده جواد كريم. والرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. الغرض المقصود لا يمكن إلا برسم الطريق الصحيح. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان تقيا نقيا عالما أثريا، وكان حق أن يكون في الشورى فأبعده ابن أبوه. المسألة ليست محاباة، المسألة تنظر فيها لما يرضي الله جل في علاه. وإل الحذر، الحذر مما قاله عمر بن الخطاب، قال من استعمل أحدا وغيره أحق به منه أو أحب الله منه فلا يزال أمرهم في سفال، والله لا يزال أمرهم في سفال ثم سفال ثم سفال، لأن هذا من الرحمن جل في علاه، هذا ملهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بلدين بعد أبي بكر وعمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر إيش يرشدوا، إذن لا رشادة في خلاف هذا الكلام. أن يقال بقى في قواقع أو غير في قواقع هذا خبط عشواء. الكلام السديد في هذا الباب هو أن نقول نترسم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نجاة إلا بالعلماء. وإن أردت أن تكون عالما لابد أن تكون خريجا من عند العلماء، أن تجلس تحت هذا المتقنين فقط لا غيرهم. وهذا ليس تحجير واسعا، لأنك إن أردت العلم حقا. أما إن كانت أمنية والمسألة مسألة ثقافة، قف على ما أنت عليه، فكثير من المثقفين تعج بهم الأرض، فكن معه مجلس بين أيديهم. فالأمة ترتكز على عالم النبيل تنجو به. لذلك بين سلم أن الحياة، كل الحياة لا تكون إلا بالعلماء. كفى للعلماء شرفا، بقول الله جل في علاه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة إيش وأولو العلم. الشرف هنا في أمور ثلاثة، أولا أشرف مشهود وهو التوحيد، التوحيد توحيد الله أشرف مشهود، توحيد الله أشرف شاهد وهو الله جل في علاه، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه، أشرف شاهد والله جل في علاه. ثم القرين بعد ذلك الاقتران كان بإيش؟ شاهد الله أنه لا إله إلا هو والاقتران هو الملائكة، أشرف مخلوقات أطهر المخلوقات على الإطلاق. ثم اقتران بمن بقى؟ بأولي العلم، شهد الله أنه لا إله إلا بدأ بنفسه ثم سنة بملائكته قدسه ثم بالعلماء الأبرار الأخيار الذين هم وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم. أشرف ما يمكن أن يتشرف فيه العلماء هذه الآية العظيمة، وأولو العلم قائما بالقسط. وأيضا قول الله جل وعلا سؤال مطروح يحتاج إلى جواب،
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أجيبوا أجيبوا لا يستوون والله. والمقصود بالذين يعلمون هنا الذين يعملون بما يعلمون. وين الدلالة على ذلك؟ أنا سأسهل عليكم الأمر. إذا سألتكم عن آية فأردتم أن تعلموا ما وراءها خذوا السياق وإيش واللحاق، السباق واللحاق، سياق الآيات يثبت لك ما نقول بسرعة حبيب. دي نزلت في عثمان بن عفان، هات هات السباق، هات السباق. شوف هذه بداية الآيات عشان تعلم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، إيش قال الله تعالى بعدها؟ قل هل يستوي الذين يعلمون. يبقى إذن هو يعلم لأنه قام قانتا لله جل في علاه، العلم أثر فيه فتعبد لله جل في علاه، تعلم فعمل، فاعلم أنه لا إله الله واستغفر لذنبك. فقال قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ الإجابة لا يستوون. يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وبين كل درجة درجة كما بين السماء والأرض. ولذلك العلماء هم أفضل الناس، وأفضل منهم أخصهم، هم العلماء النبلاء كما قال الحافظ ابن رجب. والعلماء مراتب ثلاثة، أعلاها وأرقاها وأسماها من تعلم علم الحديث والفقه، من جمع الله بين العلمين الحديث، وهذا هو الصحيح. أعلم الناس وأتقن الناس من علمه الله العلمين، لأن الفقيه يحتاج إلى الدليل، والدليل يحتاج إلى صحيح وتضعيف. فإذا الحديث يحتاج إلى الفقيه، والفقيه يحتاج إلى المحدث، فإن كان فقيها محدثا فهذا أعلم الناس. لذلك الإمام أحمد حنبل يقول كنا نعيش على حيرة مع أهل الكوفة، إيش نفعل؟ أهل الكوفة أهل قياس، وهم طبعا رجل من هنا من أهل العراق. فقال كنا نقول بأن الفقيه طبيب، وأن المحدث صيدلاني، لكن واقفين الفقهاء أتعبوا الصيادلة لا يحرون ويكرون معه. قال حتى خرج علينا هذا الرجل الشافعي طبيبا صيدلاني، طبيبا صيدلاني، لذلك لقبوه بناصر السنة. لذلك الإمام أحمد قال لإسحاق بن راوي إن فاتك العلم من ابن عيينة بعلو خذه بنزول، خذ من تلميذه، ما هي حديث بيسرد وانتهى الموضوع، خذه بنزول. إن فاتك الشهادة من هنا خذ الشهادة من هناك، لكن إن فاتك العلم لن تستطيع أن تأتي به. فقه عجيب. مع ذلك أنا في أخ كلمني قال أنا حدرس متن أبي شجاع. طب يا ابني مش المهم المنهج؟ مهم جدا وضع المنهج، والأهم منه من يدرس المنهج، مهم جدا المنهج. أنا سمعت رجل بيدرس المغني، ورجل آخر أخذ العدة، والجلوس بين يد الذي يدرس العدة أعظم بكثير من الذي يدرس المغني، لأن الذي يدرس المغني يعني شغال فيما يفعل فيه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ولنا كذا، وأما الشافعي فقد قال كذا، وقرأ وختم الباب السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو المغني. والآخر يقول والمسألة هذه على أبواب ثلاثة، الأصل فيها كذا، والفرع الذي فر عليه كذا، والدليل الذي أخذ به القياس أو القياس الجلي. من تسمع؟ المغن العالم ولا القارئ المثقف؟ هكذا فرق بون شاء. وهذه مشكلة طلبة العلم هنا، أنهم لا يدرون كيف يتعلمون. جالي أخ بعد صلاة الترويح، يمكن أنا ظلمتها عليه يعني كما يقولون، أظلمت الأمر عليه، والله يغفر الله لي ما قصد. قال لي كيف أذاكر؟ فضحقت. قال ليش تضحك؟ قلت له المفروض تسأل السؤال الأول البديهي، كيف أتعلم؟ تحسب أنك تعلمت، تحسب أنك هنا تعلمت، أنت ما تعلمت شيئا، أنت ما تعرف، ما لا تعرف من أجل العلم كيف تدرس، أنت ما تعلمت شيئا أصالك. لازم تعرف كيف تتعلم، وبعدين تعرف كيف إيش، كيف تذاكر. إنما تقول كيف أذاكر، أنت ما تعلمتش أصلا تذاكر، ترحل تذهب للمرتبة الثانية قبل أن تبتدئ المرتبة الأولى. وهذه مسألة عظيمة جدا. إن قلنا للعلم شرف، فالعلم حتى تناله لا تناله إلا من أهله، إلا من أهل كانوا يبحثون عن العلماء حقا ليأخذوا منهم، لأن العلم لا يتقن إلا بالعلماء. ونكتفي بهذا، وإلا فلو فتحنا الباب في باب العلم لن نغلقه، أو لن نغلقه، لن يغلق، فإنه لن يغلق. ولذلك نقول نكتفي بهذا. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.